السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تبرمج حاجة بالبايثون او عايز تتعلم حاجة بالبايثون ففي طريقة جميلة جدا. طبعا كلنا عندنا جوجل درايف، هقول له نيو واقول له من مور، هقول له انا عايز جوجل كولاب، بيبدأ يفتح لي منصة اقدر اكتب فيها كل الاكواد واطبق عليها زي ما انا عايز، وفيها مكتبات كتيرة خاصة بالذكاء الاصطناعي تقدر ان انت تستخدمها. مثلا اول حاجة هنكتبها، مثلا هنجرب نقول له برينت ونقول له تكست مثلا اهو فري غزة ونقول له رن. طيب لو عايز اضيف كود تاني تقدر تقول له انسيرت كود يبدأ يضيفها لك، تقدر تكتب كود تاني وتالت ورابع. لو انت عايز تضيف تكست تقدر تقول له انا عايز اضيف تكست فيديك مساحة ان انت تكتب تكست. ممكن تقول له خليها فوق قبليها او خليها تحت او الغيها، ومن هنا تقدر تشوف الاستهلاك بتاع الرام والديسك قد ايه. طبعا دول بتوع السيرفرات مش عندك على الجهاز بالشكل دوت اهو. تقدر تقول له انا هشتغل بلغة البايثون او بلغة الار. زمان كانت بايثون 2 وبايثون 3 لكن في التحديث الاخير خلى فيه بايثون 3 وار. تقدر بقى تشوف الهاردوير انت عايز تعتمد على ايه بالظبط، في حاجات طبعا بفلوس احنا ده اللي ببلاش. طيب خلينا نشوف بفلوس بكام، بس انا كده مش هدفع. تمام لو احتجتها هدفع، يعني لو انا فعلا عندي مشروع تخرج او حاجه اكسب منها هدفع. تمام ده اللي انا بدفعه فعلا. تمام في حاجات برو بمبالغ 10 دولار في الشهر، كولاب برو بلس 50 دولار في الشهر. طبعا مبلغ بسيط في مقابل الامكانيات، انت مش بتستهلك الجهاز بتاعك. تمام انت بتعتمد على السيرفرات بتاعه جوجل. ممكن من ران تايم تقول له شينج ران تايم، طيب يبدا يجيبها لك بالشكل دوت. طيب ممكن مثلا هنا هقول له ايه، خلينا نقول له مثلا اعمل لنا امبورت في مكتبة مثلا اسمها نمبي، وهو هيساعدك برضو لو في حاجة لسه انت بتكتبها هيبدأ ان هو يحاول يساعدك فيها. تمام بالشكل دوت. طيب لو قلت له رن هيلاقي المكتبة دي فما عندوش اي مشكلة خالص. طيب خلينا استدعي مكتبة تانية هقول له امبورت. تمام مكتبة اسمها باي تيوب، ادينا عليها علامة ليه هو مش قادر يفهمها ليه بقى، لان المكتبة دي مش موجودة مش متحملة جاهزة في الكولاب. تمام خلينا نعمل ران ونشوف رسالة الخطأ اللي هتيجي. تمام قال لنا خلي بالكوا انا معرفش حاجة بالاسم دوت. طيب نعمل ايه بقى عشان نسطبها قبل ما نستدعيها؟ هقول له بي اي بي انستول، كده انا بسطب مكتبة مش موجودة معايا. تمام خلي بالك ان هو مش هيقترح عليك بقى هنا لان انت بسطب مكتبة غريبة بالنسبة له. وقول له بي واي تيوب نفس الاسم اللي احنا كتبناه تحت. تمام وخلينا نقول له ران، كتبنا الكود بدأ يعمل اهو يسطب لي المكتبة. بعد ما سطبه نقدر نقول له بقى ايه امبورت باي تيوب از بي اي. تمام خلاص بقت مسطبة، ممكن نخليها على سطر تاني، خلي ده كده سطر لوحده. تمام ونخلي ده في سطر تاني، هنعمل امبورت للبايتيوب. خلاص جاب لي علامة صح كده، انا عرفت مكتبة ما كانتش موجودة اصلا. طيب خليني اقول له ان انا عايز كود جديد واقول له امبورت، وانا عايز استدعي بقى مكتبة اسمها نمبي. هنشوف هنعمل ده ايه دلوقتي، هقول له ان بي. تمام وندوس انتر وهستدعي برضو مكتبة تانية هتطبع لحاجة متميزة مات بلوت الاي بي دوت. طيب هو كتب لي كل حاجة، دي ميزة المكتبة لما تكون موجودة اصلا جاهزة. بعد كده هبدأ اعرف المتغير اكس هتساوي، وابدأ اكتب الارقام
مثلا 1 و2 و3 و4 و5. طيب بعد كده هعرف بقى الواي ان ده عايز اقول له الجا، فعشان اعرف الجا لازم استدعي المكتبة اللي انا لسه معرفها اللي هي نمبي، اقول له ان بي تمام دوت سن وادي له الاكس. طيب تعالى بقى نجرب، هو مش هيحصل حاجة لغاية دلوقتي لأن ما قلتلوش برنت تمام، بس اوكي كده لحد دلوقتي مفيش أي مشاكل. طيب عايزين نبدأ بقى نطبع، فهقول له البي ال تي اللي احنا لسه معرفينها دوت بلوت والاكس والواي، فيظهر معايا بالشكل دوت. فكده احنا عملنا العلاقة بين الاكس والواي زي ما انت شايف.